طيب الحقيقه قبل ما اروح لاخباري النهارده عايز اعلق تعليق بسيط على النهارده الحدث الاهم اللي كان النهارده الصبح، وهو يعني احتفاليه النادي الاهلي بتوقيع ثالث عقود الرعايه مع احدى الشركات، واللي كان فعالياته في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكلنا شفنا كمان واستمعنا الى كلمه كابتن محمود الخطيب. الحقيقه اللي انا ليا تعليق طبعا بعد ما استمعتها ليها كواحد اهلاوي يستمع الى اسطورته رئيس نادي الاهلي ورئيس مجلس ادارته، يعني بيلقي كلمه وبيهنئ فيها المنتخب المغربي الشقيق العربي الشقيق بهذا الانجاز التاريخي الكبير بوصوله الى قبل نهائي كاس العالم. يعني اللي عايز اقوله انه ايه، انه كان هذه الكلمه ليها دلالات. طب ايه رايكم نسمع الكلمه وارجع لحضراتكم تاني، وفي دلالات معينه بين السطور محتاجين يعني نفهمها اكتر، بس خلينا نسمع الكلمه وارجع لحضراتكم. دلوقتي بقى اقدر اتكلم عن المؤتمر بتاعنا. فمره تانية برجع لمؤتمرنا النهارده، برحب بيكم في النادي الاهلي، برحب بالاستاذ محمد امين الوحوت المدير التنفيذي لشركه جي ال سي، برحب بالاخوه الاعلاميين والمصورين. النهارده احنا الحمد لله بننتهي عن الحقيقه من الخطوه الثالثه في ملف الرعايه او حقوق الرعايه للنادي الاهلي. ملف الرعايه ده واحد من اهم الملفات الرئيسيه يعني بالنسبه لنا. كنا بدانا الخطوه الاولى مع شركه اتصالات مصر، ثم بنك ابو ظبي الاول مصر، والنهارده بنتعاقد مع شركه جي ال سي الشركه الالمانيه اللبنانيه للدهانات، واحنا سعداء بالتعاون والشراكه معها. على فكره دي مش اول مره نتعاون مع شركه جي ال سي، احنا تعاوننا قبل كده والحمد لله التعاون ده كان يعني مثمر، وكان لينا نجاحات قبل كده مع بعض، والتجارب الناجحه دايما كانت دافع لينا ان احنا نكرر التعاون ونكرر المجربه. دافع لينا وليهم، وان شاء الله تكون شراكه مثمره تحقق مصلحه الطرفين باذن الله، سواء النادي الاهلي او شركه جي ال سي. الحقيقه الخطوات اللي تمت في ملف الرعايه لحد دلوقتي خطوات جيده جدا الحمد لله. وباذن الله باذن الله يعني هنشتغل اكتر علشان نوصل للي احنا عاوزينه من عائدات الرعايه وعائدات اخرى. هنوصل باذن الله علشان علينا مسؤوليات كبيره، وزي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني النادي الاهلي اربع انديه، اهلي الجزيره، اهلي مدينه نصر، اهلي الشيخ زايد، اهلي التجمع. الحمد لله رب العالمين. ده بالنسبه للناحيه الانشائيه والناحيه الخدميه، لكن كمان الناحيه الرياضيه بقى، النادي الاهلي عنده 19 لعبه رياضيه جماعيه وفرديه رجال وسيدات من سن الخمس سنين لغايه الرجال والسيدات يعني، وفي مختلف طبعا الاعمار. المهم بالنسبه لينا احنا كمجلس اداره ان احنا ازاي نحقق طموح جماهيرنا واعضائنا او اعضاء الجمعيه العموميه، سواء على المستوى الرياضي او الانشائي او الخدمي، ويفضل الاهلي دايما باذن الله باذن الله يكون الاهلي دايما في المقدمه ان شاء الله. مره ثانيه عاوز اكد ان الشراكه مع شركه جي ال سي من الشراكات المهمه، وهي شركه كبيره متميزه وليها اسمها ومحققه نجاحات، ودايما بتحاول تعزز مكانتها في السوق، ودي سمه الكيانات الكبيره. علشان كده هتكون الشراكه معاهم باذن الله مثمره لينا وليهم باذن الله. لأن الارتباط باسم النادي الأهلي هو أقوى وأسرع وسيلة للوصول لمحطات النجاح داخل الأسواق المصرية والعربية والأفريقية، لما يحمله اسم الأهلي من تاريخ كبير ومن شعبية الحمد لله جريفة يعني. والحمد لله كل الأرقام والإحصائيات على مدار التاريخ بتؤكد ده وبتقول الكلام ده. وهنا لازم نأكد على تقديرنا واعتزازنا بجماهيرنا اللي ليها دور كبير جدا معانا، أنا بعتبرهم شريك. الجماهير اذا كان النادي الاهلي نجاحات بعد طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى، جماهير النادي الاهلي بدعمها المستمر ليها دور كبير جدا في وصول النادي الاهلي النهارده ان يكون يعني الحمد لله رب العالمين الرعاه كلها بتتهافت عليه لتاريخ الاهلي بعد فضل الله سبحانه وتعالى، تاريخ الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كمان عايز اقول ان احنا عايزين يعني اتكلم في النهايه بس يعني او في الختام، يعني مش عايز انسى طبعا شركه دور الشركه المتحده للتسويق الرياضي، وكمان المسوق طبعا ده المسوق الحصري لحقوق الرعايه بالنسبه لحقوق النادي الاهلي في الرعايه. وكمان باكد تاني على شكرنا للدوله ومؤسساتها الوطنيه
على الدعم والمساندة المستمرة للرياضة المصرية، سواء الأندية أو الاتحادات أو الرياضة بشكل عام المصرية. كمان مش عايز أنسى شكر زملائي مجلس الإدارة كلهم، كل واحد قايم بيحاول يقوم بدوره على أكمل وجه، وكمان الإدارات التنفيذية والإدارة التنفيذية. طبعا قبل كده يعني قبل كل شيء وبعد كل شيء الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، ودايما إن شاء الله نلتقي على خير ونلتقي بسلام بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا مع حضراتكم طبعا لكلمة الكابتن محمود الخطيب النهاردة الصبح في يعني فعاليات طبعا توقيع العقد مع شركة جي ال سي. بس خليني أتكلم عن أمر مهم جدا، والأمر ده يهمنا كبرنامج الأبطال المهتم بالألعاب الأخرى، أنه كابتن محمود الخطيب أشار النادي الأهلي مش كورة بس، يعني هو قال أن احنا محتاجين طبعا لنا تطلعات كبيرة، بنرعى 19 لعبة وده رقم كبير جدا من الالعاب في الوقت. الالعاب دي زي ما انتم حضراتكم عارفين مش العاب جماهيريه بشكل كبير، يعني دخلها بيبقى قليل، يعني لا يكفي ابدا او لا يكفي اللي انت تصرف عليها. فاذا عقد الرعايه ده مهم جدا مش بس لكره القدم. فهنا كابتن محمود الخطيب حاطط في اعتباراته في حساباته ان هناك العاب اخرى محتاجه الدعم وبتتطور بشكل كبير، وده في الاول والاخر في مصلحة المنتخب المصري وفي مصلحة المنتخبات المصرية زي ما وضحت لحضراتكم. لأنه الحقيقة أنت ما تقدرش تفصل أبدا النادي الأهلي الكورة عن الألعاب الأخرى. النهاردة الباسكت، الطايرة، السلة، السباحة، الاسكواش، كل الألعاب دي، التنس الأرضي، كل الألعاب دي الحقيقة مش عايز أنزل لعب الكاراتيه، كل الألعاب دي متابعة بشكل جيد من جماهير النادي الأهلي. فهنا ده كان حاجة تهمنا جدا أن كابتن محمود الخطيب طمنا أنه إن شاء الله بالعقود اللي بيتم توقيعها وبالنجاحات اللي بيحققها النادي الأهلي مع شركائه إن شاء الله سيوفر الدعم المناسب لهذه الألعاب. كمان حاجة تانية أشاد بيها طبعا النادي الأهلي بيكبر اجتماعيا، دلوقتي بقينا أربع فروع، يعني يمكن أنا أتصور يعني أكبر نادي جماهيري بعدد فروعه دلوقتي. النهاردة النادي الأهلي أربع فروع في أربع أماكن مختلفة، وإن شاء الله مين عارف ممكن يبقى فكرة الخامس السادس النادي الأهلي بيكسباند بيكبر بشكل كبير جدا جدا. الحاجة التانية أنه طبعا شكر الشركة وشكر طبعا كل اللي تعاون معاه، والشراكة اللي موجودة مع كابتن محمود ومع النادي الاهلي معتمده على حاجتين مهمه او حاجتين هم دول الركيزه الاساسيه، جمهور النادي الاهلي وتاريخه طبعا، هم الاثنين الاساس، تاريخ النادي الاهلي بانجازاته باسمه وبراند العالمي للنادي الاهلي، وايضا جماهير النادي الاهلي الكثيره الملايين اللي الحقيقه بتدعم كل من يدعم النادي الاهلي.